بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 16. مستمع ميم ميم عين من جدة له 3 أسئلة في رسالته. سؤاله الأول يقول: ما هو الحكم الشرعي في النقطة التي يلتقطها الإنسان في مكان خال من السكان، سواء كانت ثمينة أو متواضعة؟ وهل هناك أماكن يحرم التقاط أي شيء منها كثر أو قل؟ لأنني أثناء سيري بالسيارة بين مكة وجدة وجدت في الطريق عددا من المطارح الإسفنجية فأخذتها إلى منزلي، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. وبعد، إن اللقطة لها أحكام الشريعة الإسلامية قد بينها الفقهاء رحمهم الله أخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيها. من أحكام اللقطة أنها إذا كانت شيئا تافها لا تتبعه همة أوساط الناس، هذه يأخذها الإنسان ويتملكها. أما إذا كانت شيئا ذا قيمة يلتفت إليه، فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط أن يعرف صفتها المميزة، وأن ينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لاستلامها بعد ذكر علاماتها المميزة. وإذا كانت اللقطة في الحرم وهو ما كان داخل الأميال، فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها. أما إذا كانت خارج الحرم فإنه كما سبق، إذا أخذها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة في مجامع الناس ولم يأتي لها أحد فإنه يتملكها. أما لقطة الحرم فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما ولا يتملكها. هذا الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بين مكة وجدة، فالحكم فيها كما ذكرنا. إن كانت خارج حدود الحرم وخارج الأعلام فإنك تنادي عليها مدة سنة ثم بعد ذلك تتملكها. وأما إذا كانت داخل الحرم فلا يجوز لك أن تتملكها، بل تنادي عليها إلى أن يأتي صاحبها، وإلا فدعها في مكانها لأنها مسؤولية وأنت بعافية منها. إذا كنت تعرف من نفسك الأمانة والقيام بحقها الشرعي خذها، أما إذا كنت لا تثق من نفسك أو لا تلتزم بأحكامها فدعها وأنت في عافية منها، الله تعالى أعلم. لقطة الحرم لا فرق فيها بين الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط؟ لا، الشيء التافه هذا يؤخذ سواء كان في الحرم أو غيره، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار. نعم نعم. وطبعا بالنسبة لمقدار هذه التفاهة، مثلا كل زمان حسب أحواله التي في شيء للوضع، قد يكون في زمان الشيء له قيمة بينما يكون في زمان آخر هذا الشيء ليس له قيمة. نعم. نظرا مثلا لغنى، كثرة الغنى وكثرة مثلا الأموال بأيدي الناس، وبينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة يكون الشيء اليسير له قيمة. نعم نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: أحيانا وأنا أقود سيارتي بسرعة تتعرض لي بعض القطط أو الكلاب، فلا أستطيع السيطرة على سيارتي أو تفاديها فأدهسها رغما عني، فهل علي إثم في هذا أم لا؟ الحيوانات لها حرمة، لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية كالسباع والحيات والأشياء المؤذية. أما الحيوانات غير المؤذية هذه لا يجوز قتلها، وإذا كانت عرضت لك في طريق وأنت في السيارة فعليك أن تحافظ على حياتها وأن تترك لها فرصة المرور. أما إذا لم تتمكن من ذلك، لأن دهستها من غير قصد ولم تتمكن من الامتناع عنها، فلا حرج عليك في ذلك، إنما تأثم لو تعمدت قتلها بدون مبرر، لأنها حيوانات لها حرمة وليست مؤذية. نعم. مثلا مثل القطط، لو طبعا هي من النوع الأليف، ولكن لو كانت تسبب أذى في إتلاف بعض الممتلكات مثلا أو أكل الدجاج مثلا أو نحو ذلك، فهل يجوز إتلافها؟ نعم، كل المؤذيات قطط وغيرها إذا آذت ولم تنزجر بتأديب، نعم، فإنه يجوز قتلها دفعا لأذاها وضررها. نعم.
له سؤال أخير يقول فيه: إذا أراد الإنسان الزواج من فتاة قريبة له أو بعيدة عن أسرته، ولكن لها إخوة ليسوا بحالة جيدة من ناحية الذكاء والفطنة، ويخشى على أطفاله من هذا مستقبلا، فهل يصح العدول عنها إلى غيرها لهذا السبب فقط؟ وما مدى صحة الحديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ نعم، ينبغي للإنسان أن يختار الزوجة الملائمة والخالية من الأعراض الضارة لها ولأولادها، وأن يختار من الأسر الطيبة والأسر العريقة، لأن هذا يؤثر على الذرية بإذن الله. وأما المدى صحة الحديث اختاروا لطفكم فإن العرق دساس، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث، ولكن معناه صحيح، لأن الإنسان ينبغي له أن يتحرى الزوجة المناسبة، قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيختار الزوجة الصالحة في دينها والصالحة أيضا في نسبها وجسمها من الآفات، أن هذا له تأثير على العشرة وتأثير على الذرية بإذن الله. نعم. هذان سؤالان من المستمعة ضاد حاء من المدينة المنورة، تقول في سؤالها الأول: توفي والدي رحمه الله بعد أن مرض مرضا نفسيا طالت مدته، وكان في فترة المرض لا يصوم ولا يصلي، كما كان أيضا قبل مرضه يتكاسل أحيانا كثيرة عن الصلاة، وأخشى عليه من عقاب الله لذلك، فأنا دائما أدعو الله له في صلاتي، ولكن هل يجوز أن أصلي عنه أو أصوم عنه قضاء عما تركه في حياته من صوم أو صلاة؟ إذا كان يترك الصلاة متعمدا واستمر على هذا إلى أن مات، فهذا أمره خطير، يخشى عليه من الكفر، لأن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها فهذا كافر أيضا على الصحيح. وإذا كان والدك يترك الصلاة واستمر على هذا إلى أن مات وهو يترك الصلاة أو يصلي بعض الأحيان ويترك البعض الآخر، فهذا حالته خطيرة ولا يجوز الدعاء له إذا كان مات على هذه الحالة. وأما قضاء الصلاة، الصلاة لا تقضى ولا يصلي أحد عن أحد، فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلاته وأن يحافظ على بقية دينه ولا يتساهل فيه، خشية أن يدركه الموت وهو مفرط في دينه ومضيع لصلاته، وإذا مات على هذه الحالة فلا يجديه شيء، لا دعاء ولا صدقة والعياذ بالله، لأنه مضيع لعمود الإسلام ومتكاسل عن أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الحاصل أن حالة المذكور إذا كان مات على ذلك فهي حالة سيئة والعياذ بالله، ولا يجوز لك أن تدعي له ما دام أنه مات وهو مضيع للصلاة، ولا يجزيه قضاء الصلاة عنه، ولا ينفعه ما تعملين، لأنه مات على غير الملة إذا كان كما ذكرت واستمر عليه ولم يتوب قبل الممات، والله المستعان. السائلة تقول إنه مرض مرضا نفسيا مات على إثره، وحالته هذه التي وصفتها من تركه الصلاة والصيام أو تكاسله عنهما كان قبل أن يصاب بهذا المرض، هذا يعطي أنه تركها متعمدا من غير عذر. نعم. ولما أصابه المرض النفسي، المرض النفسي أيضا لا يمنع من الصلاة، صلي الإنسان وعنده مرض، تركه للصلاة دل على أنه عدم رغبة فيها، لكن لو كان هذا المرض تأثير المرض، لو كان هذا المرض فيه فقدان للوعي مثلا، إذا بلغ به المرض إلى زوال الوعي وزوال العقل والشعور، نعم، هذا معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم المجنون حتى يفيق، لكنها ذكرت أنه يترك الصلاة قبل أن يصاب بها. نعم صحيح. ولم تذكر حتى ولو بعد إصابته، لم تذكر أن هذا أزال شعوره وأنه أزال عقله. نعم. أيضا قضاء الصيام لا يصح؟ قضاء الصيام فيه خلاف، لكن في هذه الحالة لا يصح، لأنه تارك للصلاة. نعم. أما لو كان محافظا على الصلاة، نعم، لو كان محافظا على صلاته وترك أياما من رمضان لمرض أو عذر شرعي ثم مات، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يقضى عنه، يقضى عنه صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. نعم. أما من كان تاركا للصلاة فلا يجدي عنه قضاء الصيام ولا حتى صيامه بنفسه هو، ولا يجدي. نعم. نعم.
سؤالها الآخر تقول فيه: ذات يوم وأنا أعمل مع زميلاتي قلت لهم إذا نجحت ابنتي فسوف أذبح لكم عجلا، ولكن حصل أن انتقلت من ذلك البلد إلى بلد آخر بعيد عنه وفعلا نجحت ابنتي والحمد لله، فماذا أعمل في هذا النذر؟ هل يجوز أن أذبح العجل وأتصدق بجزء منه على الفقراء، أم لا بد أن يكون لزميلاتي كما ذكرت وقت النذر؟ وهل يجوز لي ولأهلي الأكل منه أم لا؟ إذا كنت نذرت ذبح العجل على أن تتصدقي بلحمه على زميلاتك لأنهن فقيرات فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فيجب عليك ذبح العجل وتوزيع لحمه على الفقراء. أما إذا كان هذا من باب ما يجري بين الرفقة من الوعد بأنه إذا حصل له كذا يعمل لهم دعوة ويعمل لهم وليمة وحفلة، فهذا يعتبر من الأمور المباحة، من شاء فعله ومن شاء ترك، لأنه من المواعيد فقط. وإذا كانت تلفظت بالنذر فقالت: نذرت أن أذبح كذا إذا حصل كذا لزميلاتي وهن غنيات لسنا بحاجة إلى هذه، تخير بين فعل ما نذرت وبين كفارة يمين، أنها نذرت شيئا مباحا فتخير. إذا كان من نذرت لهن ذبح هذا اللحم غنيات ولم تنوه من باب الصدقة، وإنما نوته من باب الإكرامية كما يجري بين الأصدقاء بعضهم أو تعبير عن الفرحة، فهذا يعتبر نذر مباح، ونذر مباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. أما إذا كانت نذرته لفقيرات ونذرته بنية الصدقة فهذا يعتبر نذرا واجبا يجب عليها تنفيذه، والأكل منه هذا أيضا يرجع إلى نيتها، إذا كانت نوت أن تأكل منه مع زميلاتها فإنها تأكل، أما إذا كانت لم تنوي ذلك فإنه لا يجوز لها أن تأكل منه. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع أمين همام أو همام من الخرج، يقول: رجل تزوج امرأة وخلفت له أولادا ثم توفيت قبل والدها، وبعد ذلك قام والدها وتصدق بثلث ماله على أولاد ابنته، وبعد أن تم هذا توفي أحد الأولاد المتصدق عليهم، فبعض الناس يقولون إن هذا الولد المتوفى ليس له نصيب من صدقة جده، علما أن والده موجود وكذلك والدته وإخوته، هل يأخذون نصيبه على أنهم وارثين له أم لا؟ هذا بحسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم، إذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم، ملكهم هذا الشيء فإنها تكون ملكهم ويكون ملك الابن المتوفى لورثته من بعده. ما إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف، إذا كانت من باب الوقف على أولاد ابنته فهذه تختص بالأحياء، ومن مات ينقطع نصيبه، ويجرى فيها على حسب شرط الواقف، ترتيب وعدم الترتيب بين المستحقين والبطون مثلا، لكن لا يستحق أهل البطن الثاني شيئا مع وجود أحد من البطن الأول، وهذا يدخل في نظام الأوقاف، ترتيب البطون وعدم ترتيبها بحسب نص الواقف، إذا كانت هذه الصدقة المذكورة من باب الوقف. جزاكم الله خيرا. فلا بد من الرجوع إلى القاضي في هذا. هو اعتبرها كقيمة لهذا الثلث من المال الذي استولوا عليه. نعم، وكذا حتى بيع الوصية بما ذكره السائل وصحة هذا البيع وعدم صحته هذا يحتاج إلى نظر من القاضي. نعم، لأن النظر في الوصايا والأوقاف هذا من اختصاص القضاة. نعم. سؤال من المستمع من سلطنة عمان، سمى نفسه الخائف من الله، يقول: مرت بي منذ بداية حياتي ظروف قاسية وأزمات شديدة متكررة أدت بي في النهاية إلى إصابتي بحالة من ضيق الصدر الشديد تلازمني دائما، ورغم أني أحاول التغلب عليها قدر استطاعتي إلا أنني عند مواجهتي لبعض الخلافات أجد نفسي وبدون وعي أقوم بشق ملابسي وتمزيقها، وقد حدثت هذه الحالة مني قريبا كما حدثت مرتين قبلها أيضا، وبعدها شعرت بالندم الشديد واستعذت بالله كثيرا ودعوت الله المغفرة والصفحة وأن يشفيني مما أنا فيه، ومنذ تلك الحادثة وأنا أشعر بحالة دائمة من الخوف والفزع، خاصة وأن سني الآن يقارب 50 سنة، وأطلب من الله حسن الخاتمة، فأرجو التكرم بإلقاء الضوء على هذه المشكلة والحكم الشرعي في من يتصرف مثل هذه التصرفات،
وماذا يجب علي عمله حتى يعود الإطمئنان إلى نفسي؟ جزاكم الله تعالى خير الجزاء. أما بالنسبة لما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من الهموم والأحزان والمضايقات، فهذا شيء يجري به القضاء والقدر على العباد امتحانا لهم، على المؤمن أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ولا يتسخط، لأنه لا يصيبه شيء إلا كان خيرا له. إن أصابته سرا وشكر عليها كان خيرا له، وإن أصابته ضرا وصبر عليها كان خيرا له. فالمؤمن بإيمانه لا تحصل منه أشياء تتنافى مع صفات المؤمنين، عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والنصر مع الصبر والفرج قريب. ومن ذا الذي يسلم في هذه الحياة من المكدرات والمنغصات؟ أما بالنسبة لشق الثوب، هذا شيء لا يجوز قطعا، لأنه من أعمال الجاهلية، إن من أعمال الجاهلية شق الجيوب ولطم الخدود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يصبر ولا يعمل عملا يعبر عن الجزع والسخط، ولا يقول قولا يعبر عن السخط والجزع من قضاء الله وقدره، بل عليه أن يصبر ويحتسب. فما فعلته من شق ثوبك عدة مرات هذا خطأ وحرام، ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعود لمثل هذا، والله يتوب على من تاب. نعم، بارك الله فيكم. هذا وهذان سؤالان من المستمع سليم نافع عوضة، مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة. يقول: سبق أن تزوجت بواحدة من أقاربي، وقام والدها بزواج الشقيقة بالبدل، فهل يجوز هذا الزواج مع العلم بأن كل واحدة لها مهر من النقود وناقة من الإبل؟ أفيدوني، هل هذا الزواج صحيح بهذا الشكل أم أنه زواج شغار؟ جزاكم الله خير الجزاء. إذا كان هذا الزواج بالمهر لكل واحدة، مهر المثل لكل واحدة، ولم تظلم شيئا من حقها، وكان ذلك برضاها واختيارها، كل واحدة رضيت الزوج الآخر ولم تكره على ذلك، فهذا النكاح صحيح لا غبار عليه. أما إذا كان هذا الزواج والبدل بدون رضا المرأتين، أو كان فيه هضم لحق المرأة بنقص من مهرها أو بدون مهر، فهذا هو نكاح الشغار ولا يجوز. نعم. سؤال ثاني يقول: لقد استلمت عقودات عمل من أحد رجال الأعمال، والذي كلفني بأن أحضر له عمالا، وفعلا استلمت التأشيرات الخاصة بهم، وعندما سافرت قمت ببيع هذه العقودات إلى العاملين الذين يرغبون في العمل مع هذا الشخص، فهل يجوز لي مثل هذا التصرف؟ وهل المال الذي كسبته من هذه الطريق حلال أم حرام؟ هذا التصرف خطأ، والمال الذي أخذته به حرام، لأن الواجب عليك أن تنفذ ما وكلك موكلك به من استقدام هؤلاء العمال حسب الاتفاق بينك وبينه. أما أن تبيع هذه العقود على العمال وتأخذ قيمتها، فهذا ظلم، ظلم لهؤلاء العمال وخيانة للموكل، وما أخذته من هذا المال حرام عليك، عليك أن ترده إلى العمال الذين أخذته منهم ظلما. نعم. حتى لو كانوا راضين بذلك؟ ولو كانوا راضين بذلك، لأنه لم يفوض في هذا الشيء، ولأن هذا فيه ظلم لهم. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أحمد الحاج علي سعيد من الجمهورية العربية اليمنية الراهدة، يقول: أرجو التكرم بشرح هذه الآيات من سورة الزمر وبيان معناها. يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات تصور أحوال الناس يوم القيامة، أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين، في أن الكافرين ساقون إلى جهنم وهي النار والعياذ بالله، فإذا وصلوا إليها فتحت أبوابها
لدخولهم فيها، وعند ذلك توبخهم الملائكة وتهددهم في وتسألهم سؤال توبيخ لأنهم هم الذين تسببوا لأنفسهم في هذا الموقف الرهيب والوقوع في هذا المأزق الحرج، حيث لم يستجيبوا لرسل الله في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل لهدايتهم ونجاتهم من هذا العذاب وهذا الموقف. لو أنهم استجابوا للرسل، الملائكة تسألهم سؤال توبيخ، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، فيعترفون بذلك ويقرون على أنفسهم بأن الذنب ذنبهم وأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم حيث لم يستجيبوا للرسل ولم يمتثلوا ما في الكتب المنزلة، وهذا زيادة تعذيب لهم وتوبيخ لهم، وأنها تنقطع معذرتهم حين ذاك. وأما المؤمنون فإنهم يساقون إلى الجنة لأنهم أطاعوا الرسل وعملوا بالكتب المنزلة، فأنجاهم الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه هؤلاء الكفار. تستقبلهم الملائكة بالبشارة وتسلم عليهم وتهنيهم بما نالوا من كرامة الله سبحانه وتعالى، وأن السبب في ذلك أنهم طيبون، طيبة أعمالهم، طيبة نفوسهم، طبتم أدخلوها خالدين باقين أبد الأبد في نعيم وفي سرور. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا المشهد العظيم في أن الملائكة الكرام يحفون بعرشه سبحانه وتعالى، وأنهم يسبحون الله وينزهونه عن النقائص والعيوب، وأن جزاءه للفريقين الكفار والمؤمنين جزاء عادل، وأنه يحمد عليه سبحانه وتعالى. وفي النهاية يكون الحمد لله رب العالمين على ما قضى ودبر وحكم وعدل وأعطى كل ذي حق حقه ووفى كل عامل حسابه اللائق به، فهو يحمد سبحانه وتعالى على ذلك، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. بارك الله فيكم. لعل هنا بعض الكلمات قد تخفى على بعض الإخوة من ناحية المعنى. يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، معنى قوله زمرا الزمر الجماعات. نعم نعم. وحقت كلمة العذاب على الكافرين، القضاء والقدر، أن هؤلاء قدر الله عليهم هذا الجزاء لكفرهم وعنادهم بسبب من قبلهم، الله قدر عليهم ذلك بسبب من قبل أنفسهم لأنهم لم يستجيبوا لرسل الله ولم يمتثلوا ما جاء في كتبه السماوية، فهو قدر عليهم هذا القدر لأعمالهم السيئة. نعم. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين الجنة كما قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقيل في معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين منازل الكفار في الجنة، إن الكفار لو آمنوا لكان لهم منازل في الجنة، ولكنهم بكفرهم حرموا من ذلك فورثها المؤمنون. نعم. إذن معنى نتبوأ يعني نحتل. نتبوأ يعني نختار ونتوسع فيها. نعم نعم. ما أدري هل هناك سر في وجود الواو من عدمها في قوله في الآية الأولى: إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي الآية الأخرى في وصف حال المتقين: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. بعض المفسرين يقول أن الواو هذه تدل على أن أبواب الجنة ثمانية، يعني تسمى هذه الواو واو الثمانية، وكما في قوله تعالى: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فالواو هذه تدل على أنها أن أبواب الجنة ثمانية، ولعله مأخوذ من حروف الجمل. وابن القيم له رأي في هذا، يقول إن الجنة غالية ولا يدخلها المؤمنون إلا بعد أن تستفتح، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، فهم لا يدخلونها من أول ما يصلون، فلا بد من استفتاح لأنها غالية وثمينة. أما النار والعياذ بالله فإنهم من حين يصلون إليها وهي مفتوحة ويدخلونها رغما عن إرادتهم.